من جانبه أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الطاقم الحكومي وكافة السلطات الصحية في البلاد باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر بعد تسجيل حالة إصابة لراعي أجنبي بفيروس كورونا ووضعه في الحجر الصحي. الرئيس تبون وعبر منشور نشره في صفحته في كل من منصة الفيسبوك وتويتر دعا إلى الانخراط في حملة تحسيسية كبرى خلال كافة وسائل التواصل لحماية الصحة العامة.